السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كثير منكم يطلب مني أسوي استعراضات للحاسبات محمولة معينة، وصدقني والله قاعد أحاول بقدر المستطاع أني أوفر هذه الخيارات لكم من خلال قناتكم الثقل بالحدود. ابحث في القناة تلقى ميزانيات مختلفة لعدد من الحاسبات المحمولة، واختر اللي هو مناسب لحسب احتياجاتك. اليوم عندنا حاسب مخصص للألعاب أشوفه كويس مقابل السعر من الفئة الاقتصادية، يعرف باسم الـ MSI GF63 من سلسلة الثن. طبعا الموديل، التفاصيل، المواصفات، الأسعار راح تكون موجودة في خانة الوصف. الموضوع يختلف من دولة إلى دولة، وهذا الأمر ينطبق على مسألة المواصفات، فراح أترك التفاصيل الموجودة في خانة الوصف ياليت تشيك عليها. ملاحظة بسيطة جدا، النسخة اللي قدامك هي اللي راح يتم توفيرها للسوق السعودي، ما تعديل بسيط جدا، ولكن أعتقد أنه ليتهم ما عدلوه. عموما النسخة اللي قدامك هي نسخة 120 هرتز، لكن النسخة الخاصة بالسوق السعودي هي نسخة 60 هرتز. يعني تمنيت أن تكون نسخة 60 العكس، يعني يكون اللي متوفر في السوق السعودي هي نسخة 120 هرتز. عموما مزود بجيل العاشر من معالجة انتل، قاعدين نتكلم عن معالج صراحة ممتاز اللي هو الكور i7-10750H، وهذا معالج سداسي النواة ب 12 ثريدز او ب 12 مسار. اداء الصراحة ممتاز، من 2.8 وصل او ممكن يوصل الى 5 جيجا هرتز، وهو اداء ممتاز، وراح نتكلم عن ثبات الاداء مع كرت الشاشة لاحقا ان شاء الله. وعلى سيرة كرت الشاشة، المتصل هو الانتل UHD، واحد من افضل كروت الشاشات المتصلة، لسبب انه يدعم نظام الترميز للفيديوهات. فمثلا لو انت بتستخدمها في مسألة نتفليكس على سبيل المثال او اليوتيوب، تلقاه يعتمد على كرت الشاشة المتصل، ما يستهلك يعني من ناحية البطارية بشكل كبير جدا، وهذه النقطة تحسب لهم. ومزود بكرت الشاشة المنفصل اللي هو GTX 1650 Ti، وهو من سلسلة الماكس كيو، 4 جيجا بايت من نوع GDDR6، وايضا مزود ب 512 جيجا بايت من ناحية SSD، وراح اتكلم عن امكانية التحديث لاحقا ان شاء الله، وهو SSD صراحة جيد جدا من ناحية القراءة والكتابة. مزود ايضا بمسألة الكام في المكان الامثل 120 HD، وهذا الشيء كويس جدا، ومزود بالواي فاي 6 وهذا الشيء كويس، مع البلوتوث 5.1 وثلاث خلايا عبارة عن 51 واط مع الشاحن اللي هو 120 واط، وراح نتكلم عن البطارية لاحقا ان شاء الله. الشاشة اللي قدامك هي شاشة 15.6 انش، هذه الشاشة IPS، زوايا الرؤية ممتازة، مستوى الألوان الـ sRGB تعتبر جيدة جدا، مش الأفضل بكل تأكيد، قاعد نتكلم عن معايير 63%، والأدوبي RGB راح يكون 35%، وهو مناسب نوعا ما في مسألة المالتي ميديا ومسألة الجيمينج، لكن في المسألة تحرير الصور والفيديوهات عنده القدرات عنده، لكن الشاشة ما أفضلها بدرجة جدا كبيرة من هذه الناحية. عموما الشيء اللي لاحظته في الشاشة هو مستوى الإضاءة، تمنيت أن يكون مستوى أعلى، لكن لو كنت في مكان في إضاءة جيدة أو في إضاءة أقل أمورك جدا مستريم، لو كنت في مكان في إضاءة عالية فراح تلاحظ يعني الإضاءة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. إمكانية تحديث هذا الحاسب محمول جدا سهلة، بإمكانك وصول إلى منفذين للرام، منفذين للسعة التخزينية وبطاقة الواي فاي. أداء بطاقة الواي فاي كان ممتاز وثابت، ما لاحظت فيه أي ملاحظات يعني فيه من ناحية التغطية، هذا الشيء ما لاحظته، لكن إمكانية التحديث ممتازة. لكن قبل ما تسوي أي تحديث تأكد أنه ما يلغي الضمان اللي أنت فيه، والدولة اللي أنت فيها ما يلغي الضمان مع MSI، تأكد من هذه النقطة إلا إذا أنت تبغى عاد، هذا الشيء راجع لك. الحاسب محمول لا زال بنفس مفهوم التصميم النسخة السابقة، لكن شيء كويس أنه وزنه خفيف، للأمانة وزنه خفيف وسماكته تعتبر جدا جدا مقبولة. قاعدين نتكلم عن 21.7 مليمتر و 1.8 كيلو جرام على حاسب محمول بمقاس 15.6 انش، استغلال ممتاز لمساحة إطار الشاشة، وهذا الشيء يحسب لهم، يقلل من حجمه مقارنة بعدد من الحاسبات المحمولة التي تأتي بمفهوم التصميم التقليدي لمقاس 15.6 انش. المنافذ الصراحة تمنيت أنه يتم توزيعها بشكل أفضل، تكون أكثر بما أنه 15.6 انش، لكن الموجود عندك منفذ الشبكة، ثلاثة من منافذ الـ USB 3.2 الجيل الأول، USB Type-C الجيل الأول، وما يدعم Thunderbolt 3.0، ما في منفذ لقارئ الذاكرة، عندك الـ HDMI هو 4K مع 30، و
مكانه ورا شوي، فغريب شوي مكانه، ولكن ما في منفذ أو قارئ للذاكرة تمنيت أن يكون موجود مع هذا الحاسب المحمول. طبعا مروحة واحدة ومنافذ التهوية موزعة بشكل ممتاز، والمروحة دائما أبدا راح تكون شغالة. أعلى شيء بعد الضغط عليه بشكل مكثف وصل إلى 46 ديسبل، وهو أمر ملحوظ، يعني تمنيت يكون في مروحة إضافية. جودة التصنيع الخاص بهذا الحاسب المحمول هي من البرشت ألمنيوم والبلاستيك في الجهة السفلية. سماعات مكانها مو هو بالأمثل، لكن عبارة عن 2 واط، وأداء الصوت كان كويس صراحة من ناحية المد، من ناحية الهاي كان كويس موجود. البيس المضخم كان وسط، ما راح أقول أفضل بكل تأكيد. عندك منفذ مستقل للمايكروفون، منفذ السماعة، وهذا الشيء اللي أنصح فيه. ولوحة المفاتيح تأتي بإضاءة خلفية واحدة فقط باللون أحمر، يعني ما في نظام RGB. زر الطاقة بالحجم الكبير. الأزرار من ناحية الكتابة والاستخدام اليومي أوكي، ما عندي أي ملاحظة فيها. ومنطقة الفار بالزر الأيمن والأيسر مدمج، إذا بتستخدم الاستخدامات العادية أوكي تمشي معك، لكن إذا في مسألة استخدام يعني في مجال الألعاب بسبب مساحة منطقة الفارة والاستجابة يعني مش الأفضل، أنصح باستخدام فارة خارجية للحصول على نتائج أفضل. طيب في مسألة الأداء والبطارية، للأمانة أداءها جدا جدا ممتاز، سواء من CPU أو من ناحية GPU. قراءة SSD كانت ممتازة، ضغطت عليه بشكل مكثف باستخدام البرايم والهيفن إنجن وباستخدام الفار مارك، وكان استقرار كويس. يعني تردد CPU انخفض لكنه كان ثابت، ما قاعد يلعب بأمواج في عدد كثير من الحسابات تعاني من هذه المسألة، لكن CPU وصل إلى 81 درجة مئوية بس يعني بعد الضغط عليه بشكل مكثف لمدة ساعة، والGPU وصل إلى 83 درجة مئوية بعد الضغط عليه بشكل مكثف لمدة ساعة. فاستقرار CPU والGPU جدا جدا مقبول مع هذا الحاسب المحمول، ما وجدت فيه أي مشاكل أو خلل في كلا هاتين النقطتين. وفي مسألة انه هل اقدر العب فيه، إيه تقدر تلعب فيه، تقدر تستخدمه في مسألة المونتاج، تقدر تستخدمه في مسألة البرامج الثقيلة راح يمشي معك ما راح يقولك لا، تقدر تلعب اعدادات الـ 1080p الى الالترا بسبب كرت الشاشة الصراحة كان اداء كويس، لكن حتى بعض الالعاب ممكن تكون الترا الى مثلا الهاي الى مثلا الوسط. لكن بشكل عام انه نعم بامكانك الاعتماد عليه في مسألة الاداء بشكل عام. اما فيما يخص البطارية، اذا بتستخدمه في نسبة الاضاءة 60% واعتماد على الواي فاي بشكل كامل وتصفح انترنت اوفيس شوية شوية مقاطع فيديوهات، فراح يقعد معك الى 5 ساعات تقريبا 5 ساعات. لكن لو بتضغط عليه بشكل مكثف تكرف والدينا، هنا ما راح اقول لك انه ما راح يطول معك او ما راح يطول معك اكثر من ساعة، يعني اعطاني بالضبط 57 دقيقة وبعدها خلاص قال لي الشباب وديني للشحن وشحن. ففي مسألة البطارية خذ هذه الفكرة انه الشاحن لازم يكون معك وين ما تروح اذا بتستخدمه في مجال الالعاب بشكل مكثف. فهذه كانت مراجعتي للـ MSI GF63، سعره 4299 ريال سعودي، يعني بحولها لكم تحت في خانة الوصف خلاص اوكي. لكن اشوفه كويس صراحة من ناحية التصميم وانه خفيف الوزن، امكانية تحديثه بكل سهولة ما واجهت فيه اي مشاكل، استقرار رائع جدا في مسألة الاداء من ناحية CPU GPU SSD بشكل عام، كان اداء جدا جدا مقبول مقابل السعر. شيء اللي ممكن تفتقده مع هذا المحمول او من الاشياء اللي نتمنى نشوفها افضل مع النسخة الجاية، هو في مسألة توزيع المنافذ تكون افضل، وخاصة زيادة في عدد منافذ الدعم للثندر بولت وقارئ للذاكرة، أتمنى يكون هذا الشيء أفضل. بس يعني هذا الشيء اللي أشوفه بالله، يعني البطارية شيء معروف في علم أو حاسبات مخصصة للألعاب، ما هو بالأفضل بكل تأكيد، لكن استخدام عادي ممكن يعطيك إلى 5 ساعات بكل أريحية. وبس أعطونا رأيكم في خانة التعليقات، إذا عجبك الفيديو اضغط على زر لايك، وإذا ما عجبك اضغط على زر ديسلايك. شكرا، خير إن شاء الله، مع السلامة.